النهاردة يا جماعة بقى قررنا نفطركم معانا احلى فطار شعبي، طعمية وفول ومش بالطحينة كده عجبي، وجبنة رومي واسمه ايه ده جرجير، وبيت بالبسطرمة ولانشون ومرتة وشاي بقى. وتعالوا على التحدي الجامد ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة، عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى قررنا الطرحة دي بتزحلق. انا كنت امبارح كده. نفطر الفطار الشعبي. هو بصراحة المفروض ما يبقاش فيه جبنة رومي ولا لانشون. النهاردة العيد. النهاردة عندنا عيد. معانا مش بالطحينة، معانا جبنة رومي من غير حاجة، طعمية، فول، الله الله الله، بيض بالبسطرمة، لانشون، معانا المرتة بقى اللي بنسيح، اللي هيسألني يعني ايه مرتة، بنسيح السمنة، البلد، الزبدة بينزل منها دي في قاع الحلة، فبناخدها بيبقى طعمها رهيب يا جدعان. ماشي يلا. التحدي على ثلاث رغيف. استني هتاكل يا محمد؟ اعمل لك سندوتش. هو تحدي مش فطار؟ على عيش. انت فاجئتيني. اعمل لمحمد سندوتش. والله بحسبه فطار عادي كده معاهم كده، ناكل كده ونمزج معاهم. انا هوقف لغايه ما ايه اعمل لمحمد. تمام سندوتش بيت بعيش فينو عشان ولد فرفور. يلا نلحق نفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. ماما بتقولي حبه بيض اما ادوقهم الاول. اسمع كلام امي. نسيت اعوش رشه فلفل اسمر من اللقفه. ادوقه كل حاجه شكلها زيها. الطعمية دي يا جماعة مع ترميزة مش بالطحينة، يا واو يا واو، صدقي حلو. بتيجي كل يوم نصور فطار؟ لا سمعت بصراحة. لا كل يوم تحط لنا طبق الفول وطبق الطعمية يليس على القلب. والله العظيم لا بيبقى جنبه ولا بيبقى جنبه حتى طبق الميه ولا عود جرجير حتى. نصور كل يوم فطار بقى. بس احنا بنفطر لقمه النهارده، هنفطر ما بندبهاش على الفطار ده. هو سبحان الله شويه تحديات بقى. ده حتى البيض معمول بالبسطرمه. مش بقول لكم النهارده العيد. شفتي بنتك احرجتني. يكسوفي يا بنت عبد، انا مغرقاكي في البيضه ببسطرمه. اه يا اختي. كل بغرقيه تغذيه. مرته 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 تغذيني. البيت تحفه، بنت حنان خطير. تسلم ايدك. وعلى البيض حلو قوي. يا قصة تحرجنا يا ماما. بحب ارضي فيها يا جماعة. ماشي يا ام يوسف. ماشي ماشي يا شاطر. ماشي ام يوسف دي شتمة. والله ما بيتضايقوا مني. يقولوا ماشي يا ام يوسف. عارفين ليه يا جماعة؟ والله العظيم 24 ساعة في ال 24 ساعة بيزن. وهي نفسي تشوفها وهي بتجري في البيت. بتجري واي حد قصادها يعني بلوشو. يعني اللي ماشي خلي باله. قطر ماشي. اتوبيس كده يعني. لا ممكن تدهس اي حد في سكتها يعني. وانتوا ماشيين قولوا وسع. عايزه اركب زماره عشان تخلوا بالكم انا ماشيه. اعمل بال مش وهي بقى مش بني ادمين بس اللي بتشطها. انتوا مش مصدقين والله. ترابيزه في سكتها تشطها. انا عايزه اقول لكم صوابعها الصغير عندي متدمر. دايما الخطه تيجي في الصغير ليه معرفش. تخش المطبخ اسمع بيب
اتكسرت، طبق اتكسر. لو جبت لها الحمد لله اللي جايبه البيض من الثلاجه النهارده، ما ينفعش نقول لها هاتي بيض من الثلاجه، ما تدوس سليم ابدا، هودي لها قشر البيض. ولقيتها من كده تقول يا لهوي انت قلت لي ايه مالك؟ بيقع مني بعد شقته. يعني مش انت قلت على البيض؟ بس الوقت اتعلمت. ما انتش لو في بيض ما بروحش اجيبه في ايدي، باخد الحله معايا الثلاجه اعبيه واجيبه. اسلم حد صعب يا جماعه والله. ما تجيبوا حته لانشو. ولا انت حطها هناك كده للمنظر بس؟ حنان احنا هنحط كل يوم حته. هناخد حته دي واسيب الحته دي لبكره. ده انا قلت لعلي هات ب 10 جنيه جاب ربع، ربنا يسامحه. الربع هيبقى بكام؟ ب 12 يعني؟ يعني انت حتى جبت لنا لانشون حلواني انت جايبه لنا من 10 والله، وجايبه لك ب 10 جنيه بس ترمي. لانشون هوهو. جايبه لك ب 10 جنيه بس ترمي ومش طامر فيكي. هو ده شايف؟ اه. امال شايف مفكر ليه؟ هناخد شربيه ما يسكر توصل الشاي مسكر. انا شفت ماما وهي بتبدل الشاي. لا والله. صح؟ ماما بتشربه ما يسكر برضه. لا بس انت امسخ شويه. بس حاسه ما مسكر. انت النهارده بطلت ما اتكلمتش. اه صح، النهارده فطرت مش هفطر في ايه؟ النهارده بقى عشان نفطر بنسحب. بنسحب قبل ما يوسف يصحى. نفسه تذلني. بيقول ايه؟ فطر عشان بيض ابو بسطرمة ده انت. حتى محمد شهد شاهد من اهلها. كل يوم والله ما بيرضاش يفطر والله، ولو غصبت عليه يقول لي خلاص مش عايز افطر. ما بيحبش الفول والطعمية واحنا ما حليتناش غيرهم. النهارده بقى بيقول لها لا بذمتك مش بيبقى فيه جبنه رومي في الثلاجه؟ اه بصراحه، بس هو بيحب، انا بحب اهزر والله، بس بيبقى فيه بس ما بيرضاش. اه بس ما بيبقاش فيه بيض. طب بالله عليك اما نزلت وانا راجعه مش جبت لكم بيف؟ اه والله بجد. ده زيت. بصوا يا جماعه، نص كلامنا حقيقي والنص التاني هزار وتحابيش. احنا بنحب نهزر معاكم والله مش اكتر. بس فعلا بقالنا زمان ما عملناش بيض بالبسطرمة، مش عشان حاجة يعني، مش على البال كده. اه. طب والله العظيم يا جماعة كان علي يجيب تمن البسطرمة او ربع البسطرمة يقعد في التلاجة لغاية ما يبوظ، فعشان كده ما عملناش. كانت تقع. الفيديو ده هينزل على انهي قناة؟ معاك من محمد البورسعيدية. ما تنسوش منوعات احمد ونونا. عايز اعمل الساعات. وفي ورا التونز والله بينزلوا تحديات اليومين دول يا جماعه. واحمد ونونا عاملين شغل عالي عليها انا وهي. الله، نونا غيرت من نفسها وما بقتش برتقال ولا موزه ولا اي حاجه. التحدي اللي عاملاه انا وهو. كنت لابسه برتقاني فبيقول لي برتقانه قاعده جنبي. صدقوا بالله. نعم بالله. البيض والفول والطعميه والمرته احلى حاجه على الاكل. والمش. البيض والفول والطعميه والمرته والمش. ناقص ايه؟ طب والله بتكلم من قلبي. اللانش مش حلو مع الاكل. انا باكله. بتحرجيني مثلا اسيبه؟ لا معايا انا. طعمية بقى بالجرجير. نحشي كده اللقمة جرجير مع الطعمية كده ونقفلها كويس كده كده اهو. احشرها احشرها هيخلص. يا ريتني عملت كوباية كبيرة. سجنيها. تسجنيها. الكوباية دي بيفيد منها على الفطار. النهاردة بناكل كله في البيت. مش هتنفع كوباية واحدة صحيح. مش مش مش. ده تحدي ده؟ على التلات تغرفة.
تحدي صح؟ انا باخد اللقمه يا جماعه، اللقمه دي مش كبيره، بصوا تتطبق تبقى قد ايه، العيش رقيق جدا. بصوا بس ان حد يقول لي كل دي لقمه. يا حبايبي يا حنينين، تمسك في الثلاث رغفه، تحط الثلاث رغفه. احنا بقى بصراحه في الفطار مش متعودين ان احنا ندبها. دي حقيقه بجد. وفي العشاء يا جماعه برضه ساعات ما بنتعشاش خالص ولا بنحط عشاء، ماما بتقول ايه فعشان كده قررنا ما ينفعش نعمل مرتين في الاكل على القناتين، هو كفايه التحدي اللي بتاع اليوم. يعني احنا بنفطر نص رغيف من ده كده. النهارده بقى ده هنعتبره غدا وفطار وعشاء، يعني مش هنصور اكل تاني. شوشو بقى ما بتتعشاش الا في حاله واحده، لما تكون فاتحه تيك توك. نفسها بتتفتح مع حبايبها. والله تقول انا جوعت ليه، مع انها ما بتتعشاش بس بتجوع في التيك توك. عارفين بيبقى من باب ايه؟ من باب الهزار والضحك. ببقى ميته من الجوع وما برضاش اتعشى. يعني امبارح احنا نايمين وميتين من الجوع، بس قلنا مش هناكل بقى بالليل. لازم نحافظ على صحتنا. مش شايفين يا سمبياتيكي ازاي انت وايه؟ لا بجد، بس عشان ايه في التحديات في الغدا طبعا دي مش طبيعه اكلنا، فبنحاول بقى في الفطار والعشاء ما يبقاش كده. وان احنا بنهزر معاكم، والاكل وكتر الاكل ده هزار يا جماعه، عشان ده شغل، لازم شغلنا اكل. فعلا بنجوع والله العظيم، بس بنسيطر على نفسنا. ايوه، واحنا شغلنا اكل، فالهزار اللي احنا بنقوله وكميه لازم نشوقكم. مش لازم بيكون ده حقيقي يعني، بس دلوقتي حقيقي وبحقه حقيقي. بس طعمة الاكل بتبقى حقيقية يعني. انما لما احنا بنقوم لسه جعانين، لا ده احنا بنبقى فطسانين. نفسنا ناكل لوبيا بلحمة انا والبنت حنان. امبارح طلبتها منها. وهي اللي هتعملها وانا اللي هاكل. عشان ما تطلعش واحدة من النص تقولي ما بتعمليش ليه. ايوه. بصي يا جماعة، من زمان قوي 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 قوي، من قبل ما ماما تقعد كمان، وانا اللي بطبخ. عارفين؟ وانا بشارك في حاجات تانية، مش كل الحياة طبيخ وبس. كانت ماما لو قالت انا اي مشرب كنت اتخانق معاها، احب انا اللي اجيب لها. فاكرة ماما؟ والله. شوشو طول عمرها مسؤولة عننا. بنعتبرها امنا التانية، مش بالسن. لا. ان هي متحمله مسؤوليتنا وبتحبنا كانها امنا وشايله همنا بجد والله. اعمل لك سندوتش يا قلبي. انت حابب الفطار النهارده؟ حنان احب اقول لكم دي بلاعه. روحوا بقى عندي وشوفوا سر البلاعه اللي محمد بيقول عليها. وبقى اعلق لهم في اول تعليق تحدي الدقيقه الواحده. شوفوا سن ان محمد بيقول على امه بلاعه. مش شتيمه، ليها سر. ايوه لغايه دلوقتي كل شويه اقول له ماما انا عايز بلاعه، عايز بلاعه شبه بتاعتها. متهيألي في ناس كتير مش هتعرف المرتة. ما انا قلت لهم هي عباره عن ايه. بس تحفه يا بنت. بس المصريين هيعرفوا وهيقدروا. مش عارفه بقى يعني اللي بيعملها عنده في بلده يقول لي المصريين بس ولا انتوا كمان بتعملوها. والنبي يا يوسف صباح الخير. صباح الخير بالله عليك يا يوسف. هنجيب يوسف ونيجي. عارفين يا جماعه احنا كمان نحب نعمل، لما كان قبل التحديات بقى وكده كنا نتعشى غاويين، نتعشى بلو بيف وجبنه رومي بالبسطرمه. يعني الجبنه رومي في السندوتش وفوقيها البسطرمه بيبقى احلى عشاء. نسيت اقول لكم المشي الجميل ده يا عمايل ماما. بس
عملته قالت لي اي حته جبنه عندك ارميها فيه كده. عايزه اقول لكم مشي ماما لا يعلى عليه والله. اه والله عليها شويه مشي يا جدعان. ايه بيفرق في ماما؟ ايه الشيء ده عمرها ما حصلت. انا بنقلق فيها. احنا مصبح الاداء عشان الفيديو. سلامي. هن بتخسر. يوسف هيصحى اكتر ما هو. انا قمت بكي يوسف. انت كلتي حاجه؟ كانت ناقصه زيتونتين سود. اه. او خضرة حتى. ما جبتيش ليه؟ عندنا زيتون والله برضو عمايل ماما يا جماعه اقسم بالله والله ما بدوق زيه في حياتي. اه والله حقيقه ومش شهادتنا بس على فكره كل انا ما كنتش هملح بس ملحت عشان خاطر ماما مش عشان بتحبه. هي بتحب تملحه يعني ايه وبتحب عمايلها كده فملحنا حبه على قد عشان بتحب تدخويا كده فقلنا لا عادة لازم نعملها فلحقنا في الاخر عملنا حبة. ما كناش عايزين نعمله عشان هي ما تاكلش حوادق كتير. بلاقيك عامله لكم ربنا يخليها لينا ندعو لها كده ربنا يديها الصحة. وانا قلت عادة وما تتقطعش جبت لها على السرير وهي قاعدة عملت الحاجة كلها. هي بتحب تملحه بايديها في طقوس كده هي بتحب تعملها فانا بحب اخليها تعمل الطقوس بتاعتها صح؟ صح يا ماما؟ صح. بصوا يا جماعه حاجه تعرفوها عني انا لازم كل حاجه اقول لها صح يا ماما؟ صح يا ماما؟ الشاي خلص. ماما بتعملي والله كنت متوقعه تنسحي بس استحاله توصلي لكده في الفطار. ليه استحاله يا ماما؟ ليه استحاله؟ انا جبت لحد التاني. يا بنات انا فعلا يا جماعه بس صدقني انا نسيت الفول. انا نسيت الطعميه. لسه في كلام هيتنطق دلوقتي. مكملة؟ اعلن انسحابك. ما عنديش قدرة خلاص اكلت رغيفين لسه واحد بس ما عنديش قدرة وكمان الشاي خلص استحالة هاكل من غيره وانا كمان الحمد لله كده قوي. لا انا بمطبوعة. لا انت جاي على نفسك مش مفجوعه عايز تكسبي باي طريقه. هتسامحيني طبعا عشان احنا ايه على الصبح كده. هعاقبك عقاب خفيف ولطيف. ايه هو؟ الله عايزه اقول لكم الميه بعد الاكل ليها طعم تاني. لا معرفش احنا كلنا لازم كوبايه ميه كبيره بعد الاكل وبيبقى طعمها مختلف. ما بتعملش كرش ولا حاجه على فكره. انا رغم التخن ده كله ما عنديش كرش مع اني بشرب ميه على الاكل. خلصت والله اتعودت على ان انا اشرب ميه على الاكل. وما تلوينيش كوبايه اقل من كده. ايه هتسامحيني؟ ما انصحكيش تشربي الميه. بتشبع قوي. بتشبع اكتر واكتر. الله الله عاقبها بايه ماما؟ ما تسامحيني. ما تسامحي. لا بصي يا ماما. اه والله ماما مش المرته يا ماما مالحه. خليها تاخد حته صغيره كده. مامتي قولي لها حاجه. يوسف خلاص. يلا يوسف خلاص خلاص, خلاص, خلاص عاقب. ما بحبش اكل البيض حاف. بيض حاف ايه؟ بيض حاف ايه؟ لا 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 اصبري بقى. لا يا شيماء لا.
لا طعمية لا، بالله عليك طعمية لا. لا 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 مش انا اشوفها لا. وتشربي التفل لا 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 انا ما معكم كش لا 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 يلا بقى خلينا يلا حنان انت معاكي تليفون بقى شكلها وحشاوي. بسم الله سمي كده، اما تسمي بده كل حاجه بيبقى طعمها حلو كل حاجه، بس والله ما قادره افتح بقي. لا كنتش حطيت التليفون ده لا. بسم الله وتشربي وراها التفل. لا يا ماما لا لا عليك يا بعضك عكبات مقرفه كده. يلا بقى يلا يا حن يلا يا حن اللي هتطلع صغنون. اه وضعه عادي والله العظيم هرجع. طب افتحي عشان تجربي قد ايه كانت عايزه تاكل. مش قادره ابص لها. غمضي وافتحي. هاتي. لا انا هسامحك اخويا. الحمد لله. مش شايله عليا خوفي تجيب كل اللي في بطنها والله. شكلها مقرف قوي والله. بس كده يا جماعه. وبعدين ماما عماله تبص لي من فوق لتحت. لو كنت اديتها لها بعد الفيديو كنت بصوا. طب انا حابه اجربه حاجه. ماما دي مفتريه على فكره، في حد قدام كوري احنا جايبين كيسين من اول قطمه سبته انسحبت عايزه تاكلني الكرومب ده ابو صلصه ده. ده قلب اسود فاكر من امتى؟ بصوا يا جماعه ده كان فيديو كده فطار، قلنا ننوع معاكم بقى عن اللحوم ومش عارفه ايه، نعمل احلى فطار والله العظيم زي العسل. اقسم بالله وحياة ربنا وحياة ربنا احنا عندنا استعداد نفطر الفطار دي وما ناكلش لا لحمه. أيوة. ولا فراخ ولا اي حاجه احلى منها والله. دي كانت حياتنا قبل القناه وفعلا احلى لقمه. احنا كنا ساعات نعملها غدا كمان مش فطار. نجيب نعمل كده ونتغدى والله كانت بتبقى لقمه زي العسل. الاكل يا جماعه مش بتمنه ولا باللحمه ولا بالفراخ، والله العظيم بالهناوه واللقمه الحلوه والله العظيم. واللي احنا قلناه في الاول يعني حتى لو طبق فول وطبق طعميه بس بيبقوا زي العسل زي العسل. والراجل مثبت كلمته الاكل بالعيد طلبته وصلته. احنا بنقول ايه؟ ياكل مين؟ اللي دخل الاكل دلوقتي؟ الاكل جايب لك باسترما وجايب لك لانشو. عايز ايه تاني من الاكل؟ والله العظيم انا بحسبه انا قلت له ب 10 بقول له جايب ب 15 باسترما عادي. انا مش انت ب 10. طب ينفع ارميها؟ بالله عليكم اجيبها حته حته ولا ارميها؟ والله العظيم كانت بتنشف في الثلاجه وتترمي. ايوه فعلا والله. مش استخسار يا جماعه مش استخسار. بت هي شوشو بخيله بس هي مش استخسار. يلا يا جماعه عشان احنا بنلبخ اما نقعد انا وهي مع بعض بنخرب الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللايك ثم اللايك وكانت احمد ونمنا احمد ونمنا عايزه تتفعل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.